وعليكم السلام ورحمة الله. أخ الكريم يقول: هل يأثم من لم يخرج زكاة الزيتون؟ لا، لا يأثم، لأن الزيتون هذا مما اختلف فيه هل فيه الزكاة أم لا. فإذا هو لم يخرج زكاة الزيتون، يعني باعتبار أنه ليس مما تجب فيه الزكاة، فلا يكون آثما. ولكن باش يخرج الإنسان من الخلاف يخرج واحد الزكاة، يعني ولو لم تكن مقدرة بمقدار، يعني داك البركة اللي يجمع ديال الزيتون ولا ديال الزيت يخرج شي بركة تكون صدقة، وبهذا يخرج من الخلاف.